مخبر الفولتو ضوئية من المخابر البحثية التابعة لمركز البحوث وتكنولوجيا الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج الصدرية. هذا الفضاء البحثي تم تجهيزه بأحدث الآلات والمعدات اليابانية تساعد الباحثين والمختصين على التقدم في نتائج بحوثهم. هي صورة تجسد الشراكة التونسية اليابانية في مجال البحث العلمي ومدى تطورها. المركز بتاعنا كان النصيب بتاعه فوق بحث 10 مليون دينار معدات علمية ثقيلة ذات جودة عالية اللي مش تمكننا باش نقدموا الأبحاث بتاعنا احنا فيما يخصنا في مجال الطاقة وتسهيل للطلبة وتسهيل للباحثين باش يخدموا على روحهم. وجبنا بهم مشاريع بحث قيمة. تعاون معناها مع الجانب الياباني معناها عنده أكثر من 20 سنة وخص عديد الأنشطة منهم النشاط الأول ولا الجانب الأول معناها خص تدعيم كما قلت كل ما يتعلق بال آلات البحث. هذه الشراكة تميزت أيضا بربط الصلة بين الباحثين والطلبة من البلدين من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية لتبادل الخبرات والتجارب. أثمرت تجربة رائدة في التعاون التونسي الياباني. نحبوا معناها الخبرة اللي اكتسبناها احنا نوليو معناها نشعوا بشوية بشوية وننفتحوا على المحيط متاعنا اللي هي الدول الإفريقية. نعملوا معناها نشوفوا إطار نشتغلوا فيه مع الأقطاب التكنولوجية الموجودة في الدول الإفريقية، نعملوا مثلا شبكة للشراكة، ثم نحدوا معناها مشاريع مشتركة ذات اهتمام مشترك ما بين ثلاثة جوانب. يشع هذا الفضاء العلمي بكفاءات تونسية تمكنت من تطوير قدراتها واحتضان أكثر من 80 مؤسسة ناشئة تنشط في عدة مجالات. بدينا عام 2007 بثلاثة أو أربعة من الناس معناها وتوا تبارك الله ولينا 60 ما شاء الله. نصنع برانسيبالمون معناها لي ماشين سبيسيال. المجالات هو المجال الاوتوموبيل، مجال الصحة، مجال الصناعي اون جينيرال، خاطر لازمنا نفهموا اللي احنا في قمة التكنولوجيا لهنا. علاش؟ معناتها نصنع في ماكينات تصنع. باش نهزوا التحديات والصعوبات ونربحوها ان شاء الله. وفي ظل ما تحقق في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي فان تمتين الشراكات وتبادل الخبرات بين تونس واليابان من شانه ان يعزز نجاعه ونتائج البحوث العلميه في شتى المجالات حتى تستفيد منها المؤسسات الصناعيه في البلدين.